مصنع حول لإنتاج محركات البنزين لوسائل النقل الخفيفة. صباح الخير يا فندم، مع حضرتك المهندس وائل فتحي علي، مدير الإدارة الهندسية لمجموعة حول تصنيع وسائل النقل الخفيف. صباح الخير يا بنشكر باشمهندس. سيادتك يا فندم على توطين الصناعة المحلية والدعم. صباح الفل يا فندم. هات ما عندك. الدعم اللي قدمته لنا مبادرة إبدأ ايوه لمجموعة في مصنع المحركات أو مجمع تصنيع وسائل النقل الخفيف. النهاردة يا فندم احنا موجودين في مصنع إنتاج محركات البنزين، وده أول مصنع من نوعه في أفريقيا والشرق الأوسط كله. المصنع مقام على مساحة 16,000 متر مربع بإجمالي تكلفة حوالي 330 مليون جنيه مصري. الطاقة القصوى الإنتاجية اللي بنستهدفها إن شاء الله 20,000 محرك شهريا، ودي هنوصل لها قريب جدا. بساعات مختلفة من 150 سي سي لحد 250 سي سي، وده تقريبا كده بيغطي كل الرينج بتاع وسائل النقل الخفيف. الفاتورة الاستيرادية يا فندم للبند ده أصلا بتكلف مصر 100 مليون دولار سنويا تقريبا. بعد ان شاء الله تشغيل الطاقه القصوى للانتاج هنوصل ل 58 مليون دولار توفير في الفاتوره الاستيراديه للبند ده، وان شاء الله بنستهدف بعد كده تصدير 30% كمان من الانتاج ده. المصنع هنا بشراكه مصريه بتكنولوجي صيني، الجانب المصري شركه حوا، مجموعه حوا اللي بيمثلها رئيس مجلس اداره طارق ابراهيم حوا ومبادره ابدا، والجانب الصيني شركة تكنولوجي لشركة هونان، ودي من أكبر الشركات المصنعة لمحركات البنزين في الصين، وأكبر يعتبر من أكبر مصدرين يعني. ميزة إن إحنا إن شاء الله شاركنا الشركة دي، إن هونان دي كانت بتصدر للشرق الأوسط وبتصدر لأفريقيا، إحنا هنا نعتبر بقينا هب نقطة مركزية تانية للتصنيع والتصدير، بدل ما كان يجي من الصين لحد أفريقيا أو الشرق الأوسط، هنبقى إحنا هنا اللي مسؤولين عن الجزء التصديري للجزئية دي. المصنع هنا بيقوم بتوفير 90 فرصة عمل للفنيين و15 فرصة عمل ما بين مهندسين واداريين. في 10 أجانب بس من الصينيين اللي هو رئيس كل قسم وبعض الناس اللي هم التكنيشن الفنيين المحترمين. تم الاتفاق على نقل التكنولوجيا التصنيع المحرك بالكامل للجانب المصري وتدريب الكوادر المصرية على جميع مراحل الإنتاج، كل قسم هيتدرب الكوادر من الجانب الصيني. ان شاء الله احنا هنا النهارده يعني في بندشن اول قسم واهم قسم في من اقسام الانتاج، وهو قسم الداي كاست. فهنا في قسم الداي كاست بنعمل الاجزاء الرئيسيه من خامه الالومنيوم الموصفه للغرض ده في جميع اجزاء المحرك. القسم ده يعتبر اهم قسم لان هو ده اللي بيعمل جميع الاجزاء اللي بعد كده بتقوم عليها بقيه الاقسام في الشغل. هنا القسم عندنا كله مكن داي كاست، كل القسم بالكامل شغال اوتوماتيك، حتى نقل المصهور من الافران المركزي للمكن هنا. بعد كده بيخش الاجزاء دي بعد تصنيعها على ماكينات سي ان سي اللي هي تحكم رقمي، عشان نضمن جوده المنتج ان الجزء رقم واحد هو في نفس جودته ونفس مستواه ونفس التولرنس بتاع الجزء رقم مليون. بعد كده بيخش على منطقه الدهان، وبعد كده خطوط التجميع، وبعد كده خط الاختبار. واحنا عندنا خط الاختبار من احدث الخطوط تقريبا العالميه اللي موجوده لضمان اعلى جوده للمنتج، لان احنا ان شاء الله بنستهدف التصدير. في عندنا كمان المجمع الصناعي ان شاء الله ده قرب يعني شغالين فيه، المفروض كان مستهدف له من 5 لـ7 سنين ان شاء الله، يعني بالتعاون مع ابدا وفر علينا وقت كتير ان احنا ممكن نضغط الكلام ده لمده 3 سنين 3 سنين ونص في الحدود دي. احنا المجمع الصناعي ده ان شاء الله هيوفر 1500 فرصة عمل ما بين عمالة مباشرة وغير مباشرة، وبنستهدف 30% من الانتاج ده يبقى تصدير باذن الله. واهم حاجة في المجمع ان احنا هنعمل قطاع خاص كامل لوحدات الكهرباء، يعني كل نفس النماذج اللي احنا بننتجها من وسائل النقل الخفيف هيبقى فيه اللي زيه بالظبط كهرباء. وفي لو حضرتك واضح بورا في الخلفية دلوقتي فيها هتلاقي فيه 2 سكوتر، دول اخواتنا ذوي الاحتياجات الخاصه، دول بالكهرباء بالكامل، ودي كانت بدايه التجربه في موضوع الكهرباء. كل سنه وحضرتك طيب يا فندم، بمناسبه عيد العمال وخاصه العمال بتوع مصنع المحركات، بيدعو حضرتك بانك تشاركنا في لحظه انتاج اول محرك يعني تحت شعار صنع في مصر. يا ريت حضرتك تشاركنا الفرحه دي هنا في المصنع ان شاء الله، عن قريب يكون كل الاقسام اشتغلت في غضون شهر او شهر ونص ان شاء الله. ألف مبروك يا محمد، واسمح لي أسألك برضو المنتج المحلي، يعني أنت طبعا وائل يا فندم، مهندس وائل يا فندم، مهندس وائل،
يعني المنتج المحلي في المصنع ده كام؟ تمام. عاملين ستارت بدايه ب 60% منتج محلي، وفي خط جاي في اتشحن من الصين ان شاء الله، جاي بمجرد ركوبه هنوصل ل 85%. طيب ده في خلال شهرين من دلوقتي ان شاء الله. طيب المجمع اللي انت قلت لي ان هو هياخد 3 سنين وكده، وهيوفر فرصه عمل ل 1000 وكده. ليه 3 سنين يا وائل؟ ده 2700 متر مربع، عشان هو مساحته 2700 متر مربع، وبعدين عندنا حوالي 10 مصانع داخليه جوه المجمع ده، كل مصنع فيهم حجم عمل ضخم. يعني احنا بنتكلم في حوالي من 200 ل 300 مليون جنيه حجم استثمارات كل مصنع فيهم، باجمالي من 2 مليار و700 مليون، فهو حجم عمل ضخم جدا. يعني فعلا المجمع ده لما يخلص ان شاء الله مش هيقل حاجه عن المجمعات الصناعيه اللي في الصين او في الهند في نفس المجال. ده كلام كويس قوي، بس انا بقول ان المده هو ده اللي مخليه فعلا واخد الكلام. حاضر. لا 3 سنين كتير. ودكتور مصطفى نشوف كتير؟ جدا. نحاول نضغط يا فندم، اوامر. لا مش اوامر يا وائل. نحاول نضغط. احنا عايزين، انت قلت كلام مهم، قلت ان المنتج ده هيبقى فيه منه كهرباء، وكمان في جزء منه هيتصدر بره. وبيني وبينك تمام، المنتج الكهرباء طبعا حوالي 30%. المنتج الكهرباء مهم جدا دلوقتي. ليه؟ هو اللي جاي يا فندم، هو ده الاتجاه. صح. والنهارده لما بيبقى هو متوفر الاتجاه. طبعا لو بالزبط. متوفر سكوتر زي اللي حضرتك بتشاور عليه، انا شايفهم طبعا ورا من في الخلفيه، يعني هنا ورايا في الخلفيه. انا شايفهم في الخلفيه. الاثنين الحمر دول. طبعا انا اقصد اقول ان الكهرباء بالذات مهم جدا، لان هو يعني زي ما انت قلت هو اللي جاي، صيانته اقل اذا كنت انا فاهم، تكلفه يمكن طبعا تقريبا زيرو صيانه. تقريبا طيب. زيرو صيانه. طيب فاحنا معاكم. وبالمناسبه هي تكلفته كلها في البطاريات. انا عارف، بس انا المهم ان احنا ان الثلاث سنين كتير، وان احنا نركز على الكهرباء، واحنا ازاي نساعدكم. احنا مساعدين نساعدكم بجد يعني. وان شاء الله كمان احنا بندرس في الفتره الجايه دي ان احنا نعمل مصنع للبطاريات الليثيوم هنا في مصر. يعني ده هيبقى امر غير مسبوق بصراحه، عشان ندعم بيه شغلنا وشغل غيرنا. لا هو ان شاء الله لو احنا عملنا المصنع ده وانا بقول لك، عشان احنا على الهوا كده، في احلم تمام، احلم انت ومجلس اداره الشركه تمام، وحتى الاصدقاء الصينيين، في ان احنا نعمل حاجه متكامله، ويبقى مصنع البطاريات بتاع، ويعني لو قدرنا نقول المحركات كمان الكهرباء، يعني احنا مستعدين نخش نساعد ان شاء الله. ان شاء الله مش عشان نشارك، مش عايزين ان شاء الله رب العالمين. دكتور مصطفى هيكونوا فاكرين ان احنا عايزين نخلص بسرعه. الف مبروك. اتفضل اتكلم. هنستاذن حضرتك بقى في طلبين. اطلب. اول طلب منهم ان حضرتك تلبينا تشريف سعادتك هنا معانا في المصنع لحظة افتتاح، وبالذات تحديدا يعني مع اول محرك هيطلع. يعني لازم حضرتك توقع لنا على الكرتونه دي، والكرتونه دي هنحتفظ بيها. تمام. ثاني إيه حاجه، هنستاذن حضرتك باننا المجموعه بتقدم مساهمه بسيطه كده لمؤسسه حياه كريمه بقيمه 5% من اجمالي الربح لمده سنه كامله. ده كتير قوي كده. اسمح لنا بالمساهمه. شكرا. شكرا جزيلا حبيبي، ربنا يكرمك. مش كتير على اخواتنا ابدا. شكرا. شكرا وائل، الف مبروك. الف مبروك.